في جريمة عدتها منظمات حقوقية دولية أنها جريمة حرب، ما زال سكان غزة يعيشون أجواء نكبة بعد نزوحهم عدة مرات داخل رقعة تعد الأكثر كثافة واكتظاظا بالسكان على وجه الأرض، وتتعرض لوابل من القصف بشكل يومي منذ 7 من شهر تشرين الأول. وبغسل عائلة وشحطت المية من الناس كمان، وما عنديش ولا أي إشي، كله شحط من الناس. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أكدت أن أعداد النازحين في مدينة رفح وحدها أقصى جنوبي القطاع تقترب من 700,000 نازح، معظمهم دون مأوى، فالعائلات هنا تفترش الأرض في شتاء تزداد برودته يوما بعد يوم. الأوضاع في غزة أقل ما يقال عنها كارثية، تقول الأونروا، وتؤكد أن الأعمال العدائية لإسرائيل ما تزال مستمرة، وأن أعداد الضحايا في ازدياد بشكل يومي، وأن الظروف المعيشية تزداد صعوبة بازدياد أعداد المهجرين من مختلف المناطق إلى جنوبي القطاع، حتى باتت مراكز الإيواء التابعة للوكالة الأممية مكتظة بالنازحين وتستقبل عشرات أضعاف طاقتها الاستيعابية. جتنا فكرة عمل التكية الخيرية في المنطقة لوجود عدد كبير من النازحين لدينا. بدأنا مشروعنا بتمويل بسيط ذاتي شبابي، بدأت الفكرة يعني حتى نساعد الناس أكبر قدر من الناس. النزوح المتكرر واستمرار القصف أصبح عائقاً إضافياً أمام إيصال المساعدات الإنسانية بحسب عاملين في المجال الإنساني، إذ تؤكد الأمم المتحدة أن نحو 85% من سكان القطاع أصبحوا نازحين داخلياً، ومعظمهم تعرض للنزوح عدة مرات، مشيرة لنقص الغذاء وسوء النظافة وزيادة انتشار الأمراض.